معلومة اللي عندنا خمسة في نفس الملف، ما عندناش حتى فكرة. مشينا النيابة العمومية اليوم، فقط عرفنا اللي هو غدوة صباح يوفى المنع من المقابلة، باش يقابلهم غدوة صباح ونشوفوا التهم. ولكن فيما زاد على ذلك ما زال ما عندناش معلومات، قاعد يدور في وسائل التواصل خاصة كله تخمينات، ما ثماش حاجة رسمية. مش كل الموقوفين، لأنه ثم الملف هذا ما فيش قضاة. مع الزوز أسماء اللي ذكرتهم في نفس الملف اللي نتاع به قتل مكافحة الإرهاب، لا مازال ما عندناش، كلها تخمينات، اعتداء على الدولة وكلها تخمينات، ما ثماش حاجة رسمية.